يستضيف في الخامسة من مساء اليوم فريق المصري البورسعيدي نظيره المقاولون العرب ضمن منافسة الأسبوع التاسع من الدوري الممتاز. تكتسب المواجهة أهمية خاصة نظرا لتقارب موقف الفريقين في جدول الترتيب، حيث يحتل كتيبة الفريق البورسعيدي المركز الثالث برصيد 16 نقطة، بينما يملك فريق ذئاب الجبل في رصيده 15 نقطة يحتل بها المركز الرابع.